أولا أدلكم ما ندنتصه على شيء شيء إذا وح يعني عمل يا خير باللوجي إذا فعلتموها ضاد قبطان وصميسان تحاببنا الشعران إيسان نبي الله ونوشك بيزحابته أفشوا السلام بينكم. هذه بيت القصيد مقصود كصلاة ما هاي لا يسكور قبو لا يستويدو لا يحريريو حرير وحكب اللوضة سلام تكب اللوضة هدي الله يسور يستوال لا يسفهم هدي اللوضة هدلنا والسكسور نعا اسكم يلبال ليما دا سلام تواناكسا نمبا كلي وحكوكوش علاني سادو سلام بريدة كلي وليها حرطة ويكور قباني نمبا يا هذا كور جيس كي يقلن شري هذا كشيء كيرية وركبان عقادي نوايله سلام تن أبدي ولي جي وحوم التاجين وحنا مسين سقى بيجا حول الرو وذات كواجد ذنب ويس بدلي حرت هذا سقى يجا شعر نفس الشيء ويجي وذا إمام هو كور قبا عبد النور ويدية روح بيدين شيء ما هي آدم قواسدة آدم هو واسدة تلقن وناكسن يسور دويني النحريس يدنقش قوارك سدا وي وحلو قبور دن ولقى إن قصو قولي حرت إليه ولي دمش هو قرصون تهاي أبون بكا حشون هيا تذكى والله بقض قضى النمية لا بقض قضى أبدا ما بيقول سيد يدين شيء قوي هذا تصفي عن سوس سلانتان ووجه سكوف فرطان واستعلان إنسان أنت هو أنت اللي دوني ولا لو هذا استعلان مسلمين تانا وناك بعد عاي هذا يصنعانا وبربروي إنها سوا هوله يقوي وحباء عليه سوا أركنا رواه مسلم وعن أبي يوسف عبد الله بن السلام شعب عبد النور حقوق عطنا وضيق يونس الشيقين هاي ولا يزدوق لها يا بريان وعن أبي يوسف عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه قال وحول صحابي قاس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي ولان مقلي يا أيها الناس ضدوا أفشوا السلام سلانت فافية سلانت إزجارسية وأطعموا الطعام راشين كان ضدك قوضية وضدك باهانة مساكين تحترى وصلوا الأرحام صلوا على الأرحام قرابة حريرية حقالة حريرية حريرية حقالة كليين ضدكوا صومالي صومالي وسحاني هاي ربنا وحوري فجعله نصبا وصهرا إلهي نواكل الدوي نصب كواحي قالوا حددنا ها وسهري قوي وحجور اي علاقة حددني ما كوي ماذا حدد بالليل هذا وحي ضلاشي النصب كوي ماذا انا محال الليل هذا حقال الليل هذا حكتو اي حقال الليل هذا الكاس على مرة حديد كنا وضد كحديد كلا جورس هذا ضد دون هذا كلا فقاديري لابد والله وتنا بقول هلا إلالي كدر دارمي إذا صحابي وحال جاي بام مال إذا مصر وقبط يقراريت لقوش إن أتفرطان مصر ما كان تكتان الفرطان ضد كهرم مصر نبي حرا هذا الله الله قلنا حريستو هلا إلاليو حجالنا قرابنا والنبي الله حقين قرابة كنا هاي نبي حوري نبي إسماعيل هو يدي هيه هاجر أي أي كسو جيد نبي قلنا إسماعيل محو أغطقا أفرتن أووب أغطقا أفرتن أووب أغطقا صومالي أفرتن أو كاثر ستمجرت بركة أغادة هاد شيء وي محنا دميرها نوصلي لما وظفوا فان تماها نوصلين عوم حيرمان هبل مح وحواشيكه ووركيني كل سنة قرابة جوز نماذا إيه قطوع نماذا ينحرز ضرده كل سنة وي رحم بيليهن إلى عليا فإن لهم ذمة ورحمة وصومر حديثنا حسطان بن مويل عن صومر مؤرخين تقاركود ويكبوا ديان سودن أو أفرت أو نمان بقى دوري أفرتن جارسية قوليهان دريد أما هوي ورئيست كود أوفق صدّن يا أفر صدّن يا شان أوبي سكوي مادار أما إيش أقول طم بزات صمالي وحديد دوا صب يا صمالي صب يا صمالي وحكوت تكتار
kiidii ku badan sodon iyo dhowr sodon inta dhankan daaroodka ninka inan tagay sodon iyo lix ugu taga daarood waa ninka fogaade hadda sodon iyo sideed sodon iyo lix afartan waa nin wax ka khaldan yahay way fahanteen bay la tahay qaaliban u jeeda meeshan in afartan ama sodon iyo sideed daarood ugu tagay ninba waa laga inoo ugu tagay lix iyo toban ama shan iyo toban taa culays uguma hays waxaa idiin sheegayaa baasha riximnimadu ma aha iyo xigaalnimadu hee baalkii ogyaalaan shaydaankeed ugaad qabtaa ninku muxuu waa shisheeye qolya kale wey maxaa shisheeye ah qaducnimadiinnu weeye khayr daridinni hawsha iska ilaaliya riximka nabigu xidhiidhiyee buu yidhi wasalluu tukada wannaasu niyaam dadku hurdana tukada shaqiisumi susaa maaha idinka maqaad ugu tagtaan meesha ugu dambaysa mise ciilo baan weydiiyaa ya ma garanays bi adugu ay waa isu dambaynaa wasalluu tukada wannaasu niyaam dadko jiifa oo hurdana tukado ilaahay xusuusta waa xilliga qaflada rabbi la halmaansan yahay rabbi in la xusuusta aada bay u qiimo badan tahay xilligaad dareemayso dadku inay adduunyadooda ku mashquuleen ama ay hurdo la tagtay addoonka rabbi xusuustay ilaahay xuso ilaahay dad kale waa ka jecel yahay annaga soo marray saddexda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naar taabsiinin bay ka mid yihiin dadka ilaahay xusuustay xilliga qablada tadkhulu aljannata jannadaad galaysaan bisalaamin ku galaysaan haddaad salaanta faafisaan oo masaakiinta wax siisaan ood qaraabada xidhiidhisaan oo tukataan ummaddoo jiifta jannaad galaysaan idinkoo nabad qaba idinkoo badqaba yacni howlahan waa fadaaishi weeye fadaa'il waxaa la yimaadoo keera ninku usuushi xaqiijiyey weel salku ka tolmaa marka ninkii salaadihii waajibka ahayd iyo khayraadkii kale meel soo saaro oo zakadii bixiyey oo xuquuqdii waaweyneed meel iska dhigay yaa fadigan iyo khayrkan ku darsado weeye saasuu nabigu ku leeyahay tadkhulu ljannata bisalaam jannada waxay ku gelisaan badqabid iyo fayoobi idinku naar idan taaban رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث صحيح محل سعيد كوا محي افشوا السلامة لغب الله بوي سلامة فافية